أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في قناتي تسلتير 369. هناك علاقة مباشرة بين الأمراض الجسدية والأمراض النفسية. من هذه الأمراض الأرق. الأرق يدل على عدم الرضا عن إنجازات النفس والشعور بالإحباط. أما بالنسبة للأكزيما فهي تدل على تأنيب النفس ولومها وتحميلها فوق طاقتها. أما بالنسبة للأكياس الدهنية فهي تدل على أنك تشعر بأنك غير مسيطر على حياتك وبأن الظروف تقودك نحو المجهول. احتقان الأنف أو الإنفلونزا تدل على أن هناك مشاكل في العمل أو هناك مشاكل أسرية ولا يفيد الحوار معها. أما بالنسبة للشد العضلي أو آلام العظام أو التصلب فهو يدل على الشعور بعدم القدرة على تحمل ظروف وقسوة الحياة. أما التهاب المفاصل فهو يدل على الشعور بأنك بحاجة للحب والتعاطف. التهاب الأمعاء والقرحة ومشاكل المعدة يدل على الشعور بعدم إمكانية تلبية مطالب الآخرين أو حتى عدم القدرة على القيام بواجباتك تجاههم أو بواجباتك التي من المفترض إنجازها. بالنسبة للإمساك فهو يدل على الرفض لأي تغيير، ويدل أيضا على أنك ما زلت متعلقا بالماضي وبما هو معروف ومألوف. أما بالنسبة للإسهال فهو يدل على الرغبة بالتخلص من الماضي. إذا كان لديك ألم في الأذن فهو يدل على رفضك لقبول نصائح الآخرين، ويدل أيضا على خلافات مع الأقرباء. لمعرفة المزيد من رسائل الأمراض الجسدية وعلاقتها مع الأمراض النفسية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد. لحجز استشارة أو لدعم القناة تواصلوا معي على الخاص. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.